السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المستمرين الجدد، بالإضافة إلى تهنئتهم لطلبهم العلم والمعرفة خصوصا في المجال القانوني. إذا أعتقد أن استمرارية هذه المبادرة ديال تعريف التكوينات والفرص والإمكانيات التي تحاول التكوينات بالتكوين المهني وإنهاء الشغل، وهذه الحصة غنطرقو خدينا واحد أن ينبغي للمترشح أن يعرف أن هناك أربع مستويات: المستوى التقني المتخصص، والمستوى التقني، ومستوى التأهيل، ثم مستوى التخصص، بالإضافة إلى البكالوريا المهنية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يعرف الجميع على أن كل مستوى عنده واحد التخصصات كتخص به. بطبيعة الحال خلينا على عاتقنا واحد المجموعة ديال التخصصات اللي ذكرنا فيها وضعنا على وصرت فيها كل المعلومات اللي كتعلق بها، والآن غنستمروا في هذا الاتجاه وغنذكروا واحد مستوى دائما التقني المتخصص فيما يتعلق بشعبة المحافظة وتسيير الإنتاج. التقني المتخصص في المحافظة وتسيير الإنتاج، بطبيعة الحال كما كنعرفوا بأنه هذا التكوين المهني وإنهاء الشغل كيهدف بطبيعة الحال إلى مراعاة جميع الاحتياجات في سوق العمل والحرص على الاستجابة لمتطلبات الهيكل الاقتصادي بكل من المجال الزراعي والمجال الصناعي وأيضا المجال التجاري. بالإضافة إلى ذلك، هذا المتخصص، هذا اللي غيشتغل، هذا التقني المتخصص هو ذاك هو اللي كيسعى في المحافظة خصوصا في الشعبة ديال المحافظة وتسيير الإنتاج في مختلف القطاعات، وكيتعلق الأمر بالإنتاج السمعي البصري، السينما، الوسائط المتعددة، ثم الترفيه. إذا قلت أن الحصة ديال هذا غنتكلمو على التقني، مستوى التقني المتخصص شعبة المحافظة وتسيير الإنتاج. وقلت أعيد بأن قلت بأن كيشتغل التقني المتخصص في المحافظة وتسيير في المحافظة وتسيير الإنتاج في مختلف القطاعات، وكيتعلق الأمر بالإنتاج السمعي البصري، السينما، الوسائط المتعددة، ثم الترفيه أو الخدمات، وكالات الإعلان والاتصالات وغيرها، أو التوزيع، التلفازة، المسارح. ويكمن دوره ودوره في تنفيذ المشروع وجميع الإجراءات المتعلقة بقيادته، ثم كيحضر هذه الاجتماعات وكيساهم في إدارة الموارد المادية وغير المادية، البشرية والمالية أيضا، وكيضمن هذا الرصد الإداري والمالي والقانوني للمشروع، ويمكنه من في بعض الأحيان العمل في أماكن التصوير للتسجيل وغيره. وكيطلب هذا النشاط الميداني مجهودات في توفر الوقت ومرونة في النقل. إذا من ضمن الشروط التي يطلبها هذا المترشح باش يولج، خصو يكون عنده واحد الحد ديال السن 30 سنة، خصوصا للحاصلين على البكالوريا أو الإجازة. والحد الأدنى للمستوى المدرسي هو البكالوريا أو الإجازة في أحد الفروع العلمية والأدبية والتقنية الصناعية والإدارة والتجارة أو الاقتصاد. وكيتم معالجة الملف واجتياز واحد المقابلة من بعد دراسة الملف بطبيعة الحال وحسب الخبرة. إذا هذه مجموعة ديال الشروط اللي خصها تكون متوفرة للمترشح باش يقرا. أيضا إذا من بعد ما كيحصل على هذا الشيء، كيتكون هو اللي ذكرناه أنه كيساهم في إدارة الموارد المادية وغير المادية البشرية والمالية، وكيضمن الرصد الإداري والمالي والقانوني للمشروع، وكيمكنه في بعض الأحيان العمل في أماكن التصوير للتسجيل وغيره. وكيطلب هذا النشاط الميداني مجهودات في توفر الوقت ومرونة في النقل، وكيكسب واحد الخبرة، كيكسب واحد الخبرة وواحد القدرة، وكيتمكن هذا التقني المتخصص في وكالة أو إدارة ديال الإنتاج الترقي إلى وظائف متعددة، مثلا رئيس ورشة الإنتاج، مكلف بالإنتاج، موظف في الإنتاج، ولا مدير. وكتوجد المجموعة ديال
كتواجد للأسف كيتواجد هاد المؤسسة ديال التكوين المهني في التخصص شعبة المحافظة وسير الانتاج كاين وحده في ورزازات. إذا أكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، أشكر جميع الزملاء والأصدقاء لمتابعة مجتمعهم وسنتهم، وأدعو لكم معينا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.